يعرف الجميع الجمل، ولكن لا نعرف صفاته الغريبة ولا خلقه العجيب. وكيف يستطيع تحمل العطش لأكثر من شهرين؟ هذا ما يميزه عن بقية الحيوانات. ولماذا سمي بسفينة الصحراء؟ يطلق على الجمل بسفينة الصحراء، والسبب يعود إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، تحمله قسوة الصحراء من حيث قلة العشب والماء. أما الأمر الثاني، طريقة تمايله على رمال الصحراء كتمايل السفينة على أمواج البحر. والأمر الثالث، يعتبر وسيلة لنقل المسافرين أو البضائع عبر الصحراء، فقد ذكر الإبل والناقة في القرآن الكريم في عدة مواضع. قال تعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فالله تعالى يأمرنا في القرآن الكريم أن نتدبر في خلق الإبل، فتعالوا نرى سر هذا الحيوان العجيب وما به من إعجاز رباني في الخلق والتكوين، وما به من أسرار تنفع الإنسان في عصرنا الحديث. فالجمل يستطيع أن يتحمل العطش والجوع لأكثر من شهرين، والسير لمسافات طويلة بدون كلل أو ملل. فما السر الخلقي لهذا الحيوان العجيب؟ فالجمل عندما يتغذى على الأعشاب فإنه يقوم بتخزين الغذاء على هيئة دهون في سنامه، ولا يلجأ إلى هذا المخزون إلا عند انعدامه تماما لفترات طويلة من خلال حرق الدهون عبر عملية التنفس. وعندما يشرب الجمل الماء فهو يقوم بتخزينه في كيسين يتواجدان أسفل البطن، ولا يلجأ إليه إلا عند انعدام الماء تماما لأكثر من 3 أيام. فمن صفاته وسماته أن لديه بنية ربانية للتكيف على أكل الأشواك وهضمها من دون حدوث أي اضطرابات هضمية، وله آذانا صغيرة غزيرة الشعب تحميه من الرمال والغبار وكذلك الإعصار الرملي. أما عيناه فهي مزودة بصفين من الرموش الطويلة والتي تقيه من الرمال والغبار، ولديه أرجل مزودة بخف إسفنجي لين يمتد عندما يمشي به على الرمال. أما حليبه فهو ذات مذاق مميز يحتوي على دهون قليلة، بالإضافة إلى أنه غني بالحديد والمعادن وكذلك فيتامين سي الذي يتواجد في الحمضيات. فلحم الجمل أقل اللحوم التي تحتوي على دهون وأحماض دهنية غير مشبعة، فهو لحم مميز لمن يعاني من السمنة المفرطة أو لمن لديه مشاكل صحية في القلب، وذلك لخلوه من الكوليسترول بشكل كبير. فسبحان الله، فالجمل يستطيع أن يشرب من مياه البحر، فتقوم كلى الجمل بتصفية مياه البحر بالتخلص من الأملاح الزائدة. ويعرف الجمل باتصافه بالحقد وحب الانتقام، فلا ينسى من قام بإيذائه ولو بعد زمن طويل، وبالعكس كذلك فهو معروف بالوفاء مع من يفي معه.